إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التطعيمات وجدول التطعيمات. طبعا راح نتكلم عن فترة تطعيم، فترة 5 سنين إلى 6 سنوات. إيش تقدرين تعطين الطفل من تطعيمات في هذه الفترة بين 6 سنين إلى 5 سنين؟ بعد استشارة أخصائي التطعيم يقرر بعض التطعيمات في هذه الفترة، منها تطعيم شلل الأطفال، وأيضا التطعيم الثلاثي الجرعة المنشطة الثانية، أيضا تطعيم الحصبة أو الحصبة الألمانية، وأيضا تطعيم أبو كعب الجرعة الثانية. وأيضا من الضروري للأمهات الالتزام بالجدول التطعيم وحقائق هامة عن التطعيم للأمهات، لازم تعرفها في الفترة الأولى علشان ما تسبب أي أضرار للطفل. وأيضا هذا التطعيم يكون وقاية للأمراض المعدية في فترة حياة الطفل، قد تكون هذه الأمراض خطيرة. وأيضا التطعيم يساعد على الحماية من هذه الأمراض، والتطعيم يمنع انتشار الأمراض المعدية كما نعلم. وأيضا تعمل اللقاحات على تقوية الجهاز المناعة ضد الميكروبات والمخلوقات الدقيقة والأمراض الموجودة في البيئة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، نشوفكم إن شاء الله في درس قادم.